مساكم الله بالخير. حكاية محاولات التطبيع نسمعها منذ الخمسينات، لكن إلى أين سيصل قطار التطبيع؟ وأساساً هل التطبيع من الناحية العملية والواقعية ممكن؟ من اللي استفاد من التطبيع؟ وماذا استفاد من طبع؟ وماذا خسر من لم يطبع؟ الواقع يلخص لنا نتنياهو: العلاقات، هذا كلامه، العلاقات مع الدول العربية تعيش حاليا تطور غير مسبوق، وهي أكبر من أي وقت مضى، وهذا تغيير هائل. لكن نفس نتنياهو يقول أن العقبة الكبرى أمام توسيع السلام لا تعود إلى قادة الدول حولنا، وإنما إلى الرأي العام السائد في الشارع العربي. مع النفيسي نفتح الليلة حديث التطبيع. مساء الخير الدكتور عبد الله النفيسي. مساء الله الخير عمار. موضوع التطبيع مع إسرائيل حديث ذو شجون، وأنا أعلم أن لديك الكثير في هذا الموضوع. لكن قبل ما نبحر في بحر هذا التطبيع، خلينا نتوقف أول شيء كعادتنا عند مصطلح التطبيع مع إسرائيل. شنو المقصود تعريفيا بهذا المصطلح؟ أي نعم. بسم الله. الوضع الطبيعي عمار في العلاقات الدولية أن الدول لها علاقة بعضها ببعض، دولة مجاورة أو دولة ما وراء الأفق. العلاقات الدولية هي علاقات طبيعية كلها على مصالح وعلى يعني. المشكلة أنه أحياناً مثل ما حاصل الآن بيننا وبين إسرائيل أو الكيان الصهيوني، إنه الكيان نفسه مو طبيعي. الكيان نفسه مو طبيعي بأي معنى؟ بمعنى إنه نشأ سنة 48 جوا، يعني نمرة واحد. نمرة اثنين، جاء عن طريق القوة، اقتلع الشعب الفلسطيني وشرده، وياب هجرات من برا، من الاتحاد السوفيتي، من أمريكا، من أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية، من إفريقيا، الحبشة، وكونهم في فلسطين. جمع شتات اليهود وجابهم إلى فلسطين المحتلة، ورفع العلم وقال أنا دولة إسرائيل. وعنده عصابات، شتيرن وإيرغون وهاغانا، هذه كلها عصابات ميلتري عسكرية يعني، اقتلعت الفلسطينيين اللي رفضوا التناغم مع المشروع الصهيوني، شردوهم، ذبحوهم، طلعوهم. الآن أكو 4.5 مليون فلسطيني برا فلسطين المحتلة، 4 ملايين فلسطيني. هذا في حد علمي أنا. هذا وضع مو طبيعي، ولذلك نشأت مسألة اللاجئين، تلقاهم في لبنان، تلقاهم في سوريا، تلقاهم في العراق، تلقاهم في أماكن كثيرة أخرى يعني. في أوروبا كثير منها. في أوروبا، في 4.5 مليون مو شوية عمار. فهذا وضع مو طبيعي. يعني علاقاتنا إحنا ككويت، دولة اسمها الكويت، علاقتنا مثلا في المملكة العربية السعودية، علاقات طبيعية يعني بيننا مصالح وبيننا مصاهرات وبيننا كذا. علاقات العراق مع إيران علاقات طبيعية، علاقة إيران مع العراق علاقات طبيعية، حدود مشتركة بينهم، مصالح، العتبات المقدسة، الزيارات، الـ خلقت شيء اسمه العلاقة الإيرانية العراقية، مرة فوق مرة تحت، صحيح، وهذا طبيعي في أي علاقة. هذا شيء طبيعي لأن هاي دولة طبيعية، إيران والعراق دولة طبيعية. بالنسبة للكيان الصهيوني دولة مو طبيعية، نشأت في ظروف غير طبيعية، استمرت لأسباب غير طبيعية، لأن في دعم عسكري دائم ومالي دائم من الغرب، لأنها تمثل مشروع للغرب في المنطقة، مو مثل ما يتصورون الناس أنه لا هذه إسرائيل. مشروع، إذا نذكر السادة المشاهدين، نعم، بيد دول المركز. بالضبط، مشروع بيد دول المركز، هراوة بيد دول المركز، والهراوة هذه دول المركز تقولنا احنا دول الأطراف، أي واحد يتحرك يمين يسار عندهم هالهراوة اللي هي إسرائيل. ولذلك التفوق العسكري
الإسرائيلي على الدول المحيطة دائما مضمون من الولايات المتحدة، من البنتاغون بالذات، يعني من وزارة الدفاع، لأنه الوضع هذا غير طبيعي، ولأنه قائم على العدوان وضع هذا الكيان، إيه هالكيان، ولأنه قائم على العدوان والتوسع، ولأنه لم يحترم ولا قرار من قرارات الأمم المتحدة. الأمم المتحدة قامت سنة 45، ولا قرار من قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة احترمته إسرائيل وطبقته، وأخص بالذكر قرار 242 أو 338 اللي هي تقول على إسرائيل أن تعود إلى حدود 4 حزيران 67. حتى الآن خاموش، مين راضي يطبق أي قرار؟ طيب في هذا وضع غير طبيعي، هذا وضع غير طبيعي، لأن الدول الأخرى لما ترفض تطبيق قرارات الأمم المتحدة دائما يقولوا لها أنت دولة مارقة، صح ولا لا؟ إيران دولة مارقة، أيام صدام دولة مارقة، كوريا الشمالية دولة مارقة، السودان أيام البشير صارت دولة مارقة، ليبيا أيام القذافي دولة مارقة، وقصفوها قصف. طب هذه دولة مارقة حسب معاييركم اللي انت حطيتها، حسب معاييركم انت. ولذلك التطبيع هو تحويل هذه العلاقة إلى علاقة طبيعية، هذا أمر مستنكر. يعني واحد يدخل عليك بيتك يا عمار ورافع سلاحه ويقول لك أنت تقعد في الملحق هذا اللي فيه الطباخ البنغالي، أنت ومرتك وعيالك تقعدون هنا، أنا أسمح لكم، وأنا البيت مالك هذا لي أنا الحين. مهما يكون من تسامح وأخلاق عندك لا يمكن تسامحه، ولا يمكن تكون علاقتك فيه علاقة طبيعية. أرسلوا لنا 3 شخصيات. منو اللي أرسل لنا؟ الكيان الصهيوني. 3 شخصيات من أخطر الشخصيات، بداية من سنة 96 أرسلوا بيريز. بيريز هذا مهندس السلاح النووي الإسرائيلي، كان هو المسؤول عن مفاعل ديمونا في صحراء النجف. النقب لأنه مقام في صحراء النقب، وهو مسؤول عن مذبحة قانا في لبنان. في لبنان هذا رجل خطير جدا. الرجل الثاني رابين كان وزير الدفاع ومشهور بسياسة تكسير العظام، يقول الصبي اللي شايل حيرة وقاعد يحذفها على الجيش الإسرائيلي لا تكذبونه ولا تعتقلونه، بس كذبوه ويمد إيده واكسر إيده. وفي صور رهيبة تخرع، يعني صبي عمره 10 سنين 12 سنة، 4 جنود قاضبينه ومادين ذراعه وقاضب طابوقه وقاعد يكسر إيده، وبعدين إيده تصير أمامك بالصوت والصورة. يعني هذا رابين سياسة تكسير العظام، أي واحد يرفع إيده عليكم قضبوه كسروا إيده. دوري جولد الثالث هذا عنده نظرية يقول إن منطقة الخليج هذه خالية من السكان، خالية من السكان، ما فيها سكان، يعني فيها ندرة سكان، ما فيها عدد كبير، إيه ما فيها عدد كبير، ومساحتها شاسعة، ولذلك أحسن شيء بالنسبة لنا بدل ما نتفاوض مع الفلسطينيين عودة وما عودة إلا نفتك منهم توطين، نقطهم بالخليج ونوطنهم هناك ويبنون لهم دول الخليج بيوت ويجنسونهم ونطم واسكت هناك وظل هناك، عرفت شلون؟ وما لك حق العودة. هذيل جو إلى المنطقة، زاروا بالأول الدوحة وزاروا مسقط واتفقوا على اتفاقات، احنا ما ندري ايش السالفه، بس من ضمن الاشياء اللي تسربت انه يرغبون في توطين 3 ملايين فلسطيني في صحراء الخليج، لان يعتبرها دوري جولد صحراء. بعد ذلك تطورت الامور، فلسطين المحتله اللي هي الكيان الصهيوني صارت ما فيها نفط،
ولا فيها معادن ترى. ولذلك يستوردون النفط. يستوردونه من وين؟ من أرجاء متعددة في العالم، هذا يكلفهم. بالإضافة إلى ذلك طرق التوصيل غير آمنة، غير آمنة، لأن في الآن جماعات مسلحة سواء في مصر أو في فلسطين أو في غزة أو تروح للخطوط هذه تفجر وكذا وكذا. معي؟ لما يصير في تطبيع مع دول الخليج بمنتهى السهولة، يصير النفط أرخص وأكثر أمانا للخط، وممكن أمريكا تحط حراسة يعني على الخط هذا اللي هو خط قصير. يعني تخيل خط بين السعودية من تبوك إلى فلسطين، ماكو شيء، مرورا في الأردن أي ماكو شيء، كلش قريبة يعني. لذلك تكسب النفط. نمرة اثنين، تكسب السوق الخليجية اللي تتميز بالاستهلاك المتسارع. ترى احنا الخليجيين يعني الواحد يشتري لأنه يبي يتسلى، يعني تشوف الناس يمشون بالجمعيات ويترس العربات الشاريو هذه ترولي، فهم شلون، ويدفع له 60 70 100 دينار صوت، يعني ما عنده مشكله يعني. طبعا اسرائيل عندها منتجات غذائيه رهيبه، فهذه خوش سوق. هذه سوقنا مفتوح، والامه الخليجيه امه غير منتجه، امه مستهلكه ومستهلكه بشكل متسارع. هاي نمره اثنين. نمره ثلاثه والخطيره، انه لما يصير الكيان الصهيوني سفارات وبعثات ثقافيه ومؤسسات ومراكز ابحاث وتحرك بالخليج ليل نهار، يكونون يد مباشره في شؤون الخليج، يستطيعون ان يؤثروا في مجريات الخليج، في إعلام الخليج، في ثقافة الخليج. إذا كان قبل يصير انصح التعبير خلف الكواليس، الحين أشكره، الحين خلاص راح يصير يعني بشكل واضح، صح ولا لا؟ هذه لباتش اللي صار عندهم سفارة وصار عندهم حصانة، تعال فتشج، عاد تعال فتشج، مثل ما السفارة الإسرائيلية في القاهرة، كل المنطقة مالت السفارة تحولت إلى ثكنة عسكرية، وهم يعني ما عندهم مشكلة، ما عندهم مشكلة. نمرة أربعة والأخطر، والأخطر التوطين، توطين الفلسطينيين اللي طالبون بالعودة إلى فلسطين. فهذا التطبيع الجديد الحين العربي الإسرائيلي أعاد مرة ثانية أعاد مشروع التوطين إلى السطح. التوطين طبعا هاي ضربة للقضية الفلسطينية، لأن إذا 3 ملايين يوطنون في الخليج والجزيرة، معناها إسرائيل عندها حجة إنه خلاص يا أخي هذيلا تم توطينهم، شنو بقى عندكم؟ ما عندكم بعد زيادة، فلا تطلبون أرض ولا تطلبون دولة ولا شيء، فكونا من هالسيرة هذه. القدس خلصنا، صارت عاصمة، اعترفت فيها أمريكا، فانتهت القضية، ماكو شيء اسمه القضية الفلسطينية. هني بس افتح قوس سريع جدا، لان ايضا في سياق التطبيع اللي حدث مؤخرا صدرت بعض الاصوات اللي تستشهد تاريخيا وشرعيا بصلح الرسول مع اليهود والسلام، نعم، ان يعني هذا مبرر، وبالتالي المصلحه في ذلك الوقت كانت تقتضي الحفاظ على الكيان الاسلامي في بدايته ودور الرساله الاسلاميه، فاضطرينا احنا ان نتصالح مع اليهود. والان احنا قاعد نكرر، هناك بعض مشايخ الدين قاعد يطلعون يقولون الكلام، هذول عاد مشايخ الدين، هذول بعض السلاطين، يعني في مشايخ دين ترى يعني للايجار، يعني فهم شلون، وفي مشايخ دين ثقات. أنا أنقل لك الثقات، أنقل لك كلام الثقات. موقف الشرع الإسلامي عمار من الصلح مع اليهود موقف بحث وطرح. أولا موضوع الصلح مع اليهود تم تدوينه ودراسته في الشرع الإسلامي وفي الفقه الإسلامي. يقولون الثقات من العلماء، مو علماء اللي الحين قاعدين يبيعون ويشترون بالفتاوى، فهمت كيف؟ لا، أنا أتكلم عن الثقات من العلماء.
يقولون الآتي، يقولون في صلح مؤقت مع اليهود كما حصل أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هو صلح الحديبية اللي هو 10 سنوات. تعال يا سهل، ها اكتب ان صالح محمد بن عبد الله فلان فلاني على الصلح لمدة 10 سنوات، هذه بالحديبية، منطقة الحديبية، صلح الحديبية 10 سنوات، هذا الصلح بيننا وبينكم 10 سنوات. هذا يجوز في المدينة، نفس الشيء عندما وصل إلى المدينة وضع الرسول عليه الصلاة والسلام الوثيقة المدينة اسمها، قال إن في المدينة يهود وفي مسلمين وفي كذا وفي كذا وبني فلان وبني بيننا هذا العهد لمدة معينة، لكم حقوقكم وعليكم واجبات، عليكم واجبات لمدة للمدة المعينة. هذا يقول الشيخ بن باز وبن عثيمين، هم اللي هم من يعني كبار العلماء، العلماء اللي لا يباروا يعني في 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 رأيهم الشرعي، على الأقل بالنسبة لنا إحنا في الجزيرة العربية، قالوا إنه هذا يجوز. طبعا الصلح المؤقت، الهدنة لمدة محددة يجوز، أما الذي يأتي ويتصالح مع اليهود ويقول نقر ما أنتم عليه على طول الخط، فهذا كفر كما يقول الفقهاء، هذا كفر ولا يجوز. لا يجوز أنك تتصالح مع اليهودي وتقر ما هو عليه بشكل دائم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما صالح اليهود في موضوع خيبر قال إن شئنا أخرجناكم وإن شئنا أبقيناكم، خلى المفتاح بيده، إن شئنا أخرجناكم وإن شئنا أبقيناكم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا بناء على هذا يقيس الفقهاء الثقات إنه الصلح المؤقت يجوز، ولكن الصلح الدائم لا يجوز. طبعا هاي لتفريعات وشروحات، وأنا لست بالشرعي حتى أقول لك شيء هذا أو أشرح لك شيء هذا، لكن فيما فهمت من قراءاتي لفتاوى حتى الشيخ بن باز وبن عثيمين اللي استشهدون فيها اليومين بشكل مغلوط ويشرحون بشكل مغلوط عمدا، أن الصلح المؤقت يجوز، أما الصلح الدائم فلا يجوز. كل والحالة الحالية ما تعتبر صلح لا مؤقت، لا يعني كام ديفيد صلح دائم، هذا وادي عربة صلح دائم، يعني السادات والملك حسين ما حددوا لما وقعوا على الاتفاقيات هذه، ما حددوا وقت، قال احنا قضينا وقت طويل في المنازعات والمناكفات والحروب وخسرنا والآن جاء الوقت لنؤسس بيننا علاقات سلمية دائمة وكذا وكذا، هذا لا يجوز. طيب خسارة العرب، احنا يمكن تكلمنا عن المكتسبات، مكتسبات اسرائيل. نعم اسرائيل كسبوا، كسبت هالأربعة، تقلت أربعة. نعم العرب في ميزان الربح والخسارة، نعم شنو راح يربحون وشنو راح يخسرون؟ أنا أعتقد، أشك بأن يربحون شيء، أنا أعتقد الخسارة أكبر بكثير من الربح، على ثلاث أصعدة. الصعيد الأول التجربة، هذه مصر طبعت وهي الأردن طبعت، خلنا ننخل الموضوع هذا، شنو كسبت مصر من التطبيع؟ ولا حاجة. مصر الحين قاعدة تعطيهم وتعطيهم وتعطيهم، ما أخذوا شيء مصر من الكيان الصهيوني إلا البلاوي والمخاطر الأمنية. نشأت تنظيمات عمار في مصر، نشأت تنظيمات في مصر على ضوء فشل التطبيع مع الكيان الصهيوني. يعني احنا قلنا لكم لا تدخلون في هالنفق، دخلتوا الحين عاد تحملونا، احنا لن نقبل بالعلاقات غير المتكافئة بيننا وبين الكيان الصهيوني. روح للأردن، مظاهرات أسبوعية في الأردن ضد التطبيع،
من سنة 94. ليش؟ لأن الأردنيين قاعدين يخسرون، يقولون إحنا قاعدين نخسر، إحنا قاعدين نخسر، ما قاعدين نربح شيء. فالخسارة مؤكدة في التجربة الأردنية والتجربة المصرية. ربحوا، شنو ربحوا؟ ربحوا ربح إعلامي، ترى أراضيهم، مناقصات. أي مناقصات؟ بالعكس، اليهود دخلوا لمصر وخذوا أحسن مناقصات، ولذلك رجال الأعمال في مصر يتذمرون من وجود الإسرائيلي في مصر. يعني كان يظن رجل الأعمال أنه لما يأتي رجل الأعمال الإسرائيلي راح ترخ على غلط كلامهم بالمصري، الدولارات حترخ علينا رخ. ما رخ عليهم لا دولار ولا جنيه، فهم شلون؟ وقاموا يطالبون رجال الأعمال، يطالبون الحكومة بتقييد حركة التجارة الإسرائيلية. التجارة الإسرائيلية وطبعا التجارة مع إسرائيل غير مأمونة، غير مأمونة على الإطلاق. قاموا يطرشون أغذية مسمومة ومسرطنة ولحوم مسرطنة، يعني حصل في مصر هذا الكلام. في الأردن حصل في الأردن يعني سابقات خطيرة جدا. فالربح قليل بالنسبة للعالم العربي من التطبيع بالتجربة، يعني التجربة الأردنية والشسمه.